فيكم يا احلى ناس على قناه جوان وليليان. هذا الفيديو الثاني واحنا لابسين الحجاب والحمد لله. بابا انتم كل فيديوكم طلعوا لنا بدكم تعدوا لنا كم صار عدد الفيديوهات. بابا ما زالت مباركات الناس لكم، ما شاء الله عليكم يا بابا، الف الف مبروك عليكم الحجاب، ربنا يتممكم على خير ويحميكم. هذه الهدايا الجميلة التي جاءتنا من الناس الطيبين المحبين اللي كانوا موجودين معنا في الحفل، الله يجزيهم ألف خير، نقول لهم أكرمكم بالله على هذه الهدايا. بغض النظر بابا، إحنا بيكفي فرح الناس فينا بغض النظر عن قضية الهدايا، صح ولا لا؟ أكيد. مبسوطين ولا لا لسه بالحجاب؟ أكيد لسه مبسوطين؟ أكيد. طيب، إيش إجا لجوان وليليان هدايا؟ طبعا اسمحوا لي، في كثير منهم واضح لمن من مين او لمين، لكن في البعض يبدو مع النقل ما بين مين اللي كتب عليهم، لكن مع ذلك شكرا لكل من كان موجود وحضر، وشكرا لكل من اوصل لنا هدايا تاعت جوان وليليان. هلا في اكثر من مكان في هدايا، هذا المكان الاول ثم حننتقل للاماكن الاخرى. ايش اول هديه حتبداوا فيها بابا؟ هديتكم، هديه ماما وبابا لجوان وليليان. بسم الله الرحمن الرحيم. شو تتوقعوا؟ ذهب. اكتب لك رسالة. هديتي لبناتي الحبيبات. شو ذهب؟ شو؟ ياه. هذول تفصيل للبنات الحلوات. كل واحدة بحرفها. تعالوا شوفوا يا حلوين، هذا حرف جوان. جوان، وهذا حرف ليليان صارت لابسته. بسم الله ما شاء الله، اعطينا سعدك من بابا. يلا بسم الله على مهلكم. ماما عندها زي هليرة. احنا نطقمها. خلاص طقموا مع ماما. لا هيك مش هيك تمام. لولو العسل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله على البركه يا ماما، على البركه، الله يبارك فيكم ويرضى عليكم. هذه اول هديه من ماما وبابا. طيب الهديه اللي تليها وين حابين تفتحوا؟ اي هديه؟ هذه الهديه. اشوف هذه الهديه من مين؟ من مين؟ عمو خالد مقداد ومن العائلة، الله يا رب يبارك فيهم ويجزيهم الخير على حضورهم برضو على هديتهم. طب كيف نعرف أي وحدة؟ ما افتحوا بابا عادي، مين للولو مين لجوجو؟ إذا في إشي عليه حروف حيتبدل، إشي عام حيكون كل وحدة لها هديتها. بسم الله. نعم؟ سمسال شكله. ياي كثير حلوة. بسم الله، تفضلي يا ليليان. أنا زيها بس الإيدين زهري. مبارك 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 حبيبات، الله يسلم إيديهم يا رب يبارك فيهم. طيب الهدية التي تليها من مين؟ فرحة هاي الهدية. من مبارك الحجاب، نسأل الله لكنا الثبات. أم آسر يا أجمل جميلات، من أختنا أم آسر، الله يبارك فيها ولحضورها ولهديتها، هي وكل من حضر ولكل من كان له. ايش هاي الاشياء الجميلة؟ بدكم تلبسوا بابا كمان؟ شو بدكم تاخذوا بدكم تلبسوها هلا؟ لا مش هلا هلا. ضاحكا، اوكي. الهدية التي تليها. هاي اوكي هاي مغلف. اقرأوا. ألف مبروك الحجاب هبة أبو شلبك خواطر. أنعم وأكرم اللي بنوتتها مين حكت لكم كلمة؟ مريم. تمام التمام. القوط. القوط؟ الله يبارك يا رب، تمام ممتاز. اللي بعده، شكرا. هذول بس نضبطهم صح. مبارك الحجاب يا أحلى الأميرات. هدى صفا رحمة. عرفت. بنات عمو أبو طلال. روح عودو. بسم الله. أوه. سلم إيديكم. على البركة. على البركة يا رب. عاد هلا انتوا تصيروا بابا، هاي بدها تحط هون، هاي بدها تحط هون اجراءاتكم، صح؟ صح. الهدية اللي تليها. هاي الهدية. من قائد جنان. أنا مؤكرم فيها. اسمي. وأنا كمان. جوان وليليان. تسلموا إيديك كثير حلوة. على البركة يا بابا، على البركة، مبارك يا حبيباتي. طيب هذا بابا الكيس، انا تسمحوا لي بدي اخذه. ليه؟ وبعدين نتفاهم. لانه نقود حبيبتي. ايش هو يا عمرين؟ ايش يعني نقود؟ مغلفات. هذه مغلفات كلياتها فيها الى الحفيده الغاليه جوان. هذا من مين؟ من تيتا مصطفى. تيتا مصطفى الله يا رب يحميها ويخليها. وهذا فاضي مكتوب عليه جوا، في بتكون
طيب هذا الحفيدة الغالية خلصنا، ايش مكتوب عليه؟ هذا من خالته هدى. تمام، هذا من دار خالته. والثاني من احلى عيلة. الى الحبيبة الغالية ليان، نبارك لك الحجاب، احلى عيلة. هذا تيتا وسيدو. وهذا من احلى عيلة، وهذا من تيتا وسيدو، وهذا من خالته نور. الله يجزيكم الخير جميعا ويبارك فيكم ويكرمكم ويرضى عليكم. خلصنا الهدية اللي تليها، نيجي هون ولا هون؟ هون. تفضل يلا. لا خلينا هون بما انه واقفين. هذول من السماء، الناس الطيبين اللي كانوا معانا رعاة هذا الحفل السماح، بارك الله فيكم على هداياكم الرائعة. أكيد أشياء تتعلق بالمحجبات والحجاب، إما اللي بيلبسوهم المعاصم أو الأشياء اللي بيستخدموهم للأناقة والجمال. شكرا لكم على هديتكم الطيبة. هلا من مين هذولا؟ الدكتور سليمان الدقور، الله يكرمه ويجزيه خير. شو؟ بتجنن، كاس مكتوب عليها اسمي. الله يجزيه خير، الله يجزيه خير. ذويق ذويق في محتوى في كلامه الدكتور، الله يرضى عنه ويفتح عليه. أنسنا وأسعدنا في كلماته الطيبة، إن شاء الله لها أجمل الأثر. الله يكرمك يا دكتور ويبارك فيك. طبعا هاي للجماعة برضو هدية، الله يجزيهم خير اللي جابها. على الأغلب إحنا كنا مخربطين فتخربطوا الهدايا ببعض. شو هالأشو؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه يبدو انها برضو من الاشياء اللي جابها الدكتور سليمان مع يعني سجل الافغاني، الله يجزيهم الخير. والله نفسي انا افتح الاشياء. طب هذا شو عمل فيه هذا؟ لمين؟ هذا بوكيه الورد من زين ويارا. الله يسعدهم زين ويارا، الله يرضى عليهم. الورد ما شاء الله يهدي ورد زين ويارا، الله يرضى عليهم. هاي برواز، بسم الله. الله زين ويارا، الحجاب ازددتما جمالا وسحرا يسطعوا نوركما بأخلاق تملأ القلوب بهجة وإشراق. زين يا رب، الله يجزيهم خير. 88 سعيدين بهذا التاريخ، ما شاء الله ما شاء الله. هذا مع هذا، هي هون هيك الوردات تكون هون هيك. شوفوا كيف مع الورد هون. زين يا رب. ايش هذا يا جماعه؟ هذا من عارف في كوكب اليابان. الله اللي شرفونا نوح وعلي، الله يبارك فيهم، اسعدتونا. طبعا ما بابا انت عارفين انهم اجوا من السفر، ما صار لهم كان كم يوم. الأطفال الرائعين أصحاب المحتوى الرائع، عرب في كوكب اليابان. ننصح الأهالي، إحنا بالنسبة لنا بنحضرهم ومأمنين على المحتوى تاعهم، وننصح الناس بمتابعة محتواهم. بيجي أمطى مع حجاب بتجنن. ما شاء الله ما شاء الله. هذا ورد. ما هو بابا قلت لك ورد بيدي ورد دائما. وهاي الساعة الحلوة، الله يجزيهم الخير. الله يكرمك. وكريم شو كاتبين لكم عليها هذه الورقة؟ ما مش كاتبين انه من العرب انا. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، هنيئا لك ان تكوني ممن يحبهم الله. لان بابا ايش احنا عملنا الشيء اللي فرضه ربنا علينا. مبارك حجابك يا ليليان، ثبتك المولى وانار دربك. كاتبين ليليان، اعطيني بابا اشوف جوان شو كاتبين لي. مبارك حجابك يا جوان، هنيئا لك خطوة في طريق الجنة، وحسبك الصحابيات مثلا وقدوة. سامعين يا بابا؟ يعني انتم بتقلدوا مين في الحجاب؟ الصحابيات وامهات المؤمنين. احسنتوا يا بابا، الله يكرمهم بارك فيهم، شكرا لهم. طيب ومن بعدها ننتقل لمين؟ تفضلوا. هاي من عرفت من مين؟ مبارك حجابك الدكتورة سهاد، الله يكرمها وبنوتتها. مين؟ ايه بنوتتها دارين. دارين برضو الدكتورة سهاد، هي وبيتها أصدقاء للعائلة، يعني ما شاء الله محتواها للأمهات رائع، ننصح بمتابعتها ومتابعة محتواها. برضو شال، برضو شال جميل، الله يكرمهم. اللون اللي بتحبه جوجو، نفس لون عيونها. ما شاء الله ما شاء الله. تعطيني إياها حبيبتي. ليه؟ واو هذا والله كتير كتير حبيتها. شالات جميلة، هذا عليه ورود كثير حلو. وهذا شو؟ فعلا لونه رمادي. الله يسلمك. لولا انه هذه لا تباع ولا تشترى، او يعني لا تباع ولا تهدى، كان فتحنا فيهم محل وبعناهم. بابا انا هلا بدكم، بابا هلا بدكم، ما شاء الله ملابس كثير وبدنا نصير نلبس عليهم. احسنتوا يلا. ايه هذول من دار عم ابو قتاده، الله يكرمهم ويجزيهم خير. صديقات بلوزة للحجاب، اوه معنا واحنا ولا بلوزة الى هاي. بلشنا هلا. تمام، ربي يبارك فيهم ويرضى عليهم، ما قصروا. وهنا في ايش هذا فيه؟ ما بعرف. بادي سبلاش و انت بتختلف عن تبعي، يعني مجموعه شغلات. الاشياء الجميله اللي بدنا فيها بحبوها البنات. هذا الالوان الحبر و ايش هذا؟ سنسيل.
كأنه مربط شقائق أم لما إزيك إيش زي الله يكرمهم ويبارك فيهم ويجزيهم الخير. شكرا لهم ولحضورهم الطيب دائما على ابو قتادة عمل البنات ما شاء الله عليهم. وهذول زينة ولينا زينة ولينا اللي هم هذول صديقات بنوتات المحارب زينة الله يا رب يحميها ويعافيها. سلاما على جميلة جعلت الحجاب زينتها فازدادت به جمالا جوان وليليان. الله يجزيك الله بابا. هاي تعرفوا شو الفكرة؟ هذا باب من زين ولينا، هذا باب تطبيق كيو ار كود بتمسحوه، والله ترى ممكن الناس كمان ياخذوه يمسحوه ويصيروا يسمعوا منه ويصيروا يسمعوا ايش الشيء اللي كان مكتوب لجوان وليليان. يعني ابو ادم الله يكرمه هو وعائلته الطيبه دائما افكار ايش؟ اوت اوف ذا بوكس، خارج الصندوق. جابوا كمان هذه هاتوا نشوفهم، هاتوا الله يكرمهم يا رب. هذول برضه بوكسين منهم؟ اه رضي الله عنهم. تعالوا نشوفهم، تعالوا يا حلوين. ايه هلا هذا معطيكم ما شاء الله. شالات الملفوفة بالورد للورد يا عمي. هذا الكريم مع السلاش وهدول الشالات ما شاء الله. الله يتقبل يا رب. الله يتقبل. شو محب لهم؟ الله يسعدك. وهدول من جمعة أخوات، هذا إيه لأنهم كتبين عليهم رسالة، فالله يجزيكم الخير كثير جمعة أخوات. أميرتنا جوان فخورين فيكي قد قد الدنيا، الله يحفظك ويثبتك ويسعدك ويجعلك قرة عين لوالديك جمعة أخوات. أميرتنا ليليان ما تتصوري فرحتنا بخبر لبسك للحجاب، الله يثبتك ويزيدك ويجعلك قرة عين لوالديك جمعة أخوات. سلام إيديكم. كثير متحمسين والله نشوف العلان الكرام. يا دبابيس وشال محلاها. انا على لون المفضل جاوليا. طبعا الرائعات جمعة اخوات الله يجزيهم الخير، برضو من الناس اللي محتواهم راقي واللي كان لهم دور في اقناع جوان وليليان والجلوس معاهم والدردشة معاهم في موضوع الحجاب. محتواهم رائع للبنات، كمان بننصح بمتابعته الله يجزيهم الخير ويكرمهم يا رب. هذولا من تيجرنا الانجليش تيتشر ليندا. شكرا لها تيتشر ليندا. تعالي فرح تعالي. نعم يا عمي. انت معاكي اس؟ ممنوع مع اس؟ لا. اوكي مبدئيا لحد الهدية صعبة في مسكر. مفترض عليك الامور هدية. انا عم بشوف بعض الشغلات. واو هدول المحايات، وهاي هدول محايات، هاي الحجاب، وهدول البوكل، وفيهم اشي تحت. ايش هاد؟ هاي حاملة اقلام. شو هاد؟ حاملة اقلام ولا حاملة هلو؟ هاي بتتعلق. يا سلام. وهدول البوكل، وهاد الدفخة، وهاد شو؟ وهذا اللي بتحكيهم ايش؟ دفتر. تعي فرح حلو دفتر عشان نكتب عليه الذكريات الجميلة. الله يسلم ايديها يا رب. بسم الله. اجينا لحركات البنات. في رساله طبعا وليد نور بدكم، مش حدا ينصحكم تتابعوا ولا ما تتابعوا. ما شاء الله ما شاء الله عليهم. في رساله رائعين. اشوف اقراها الاشياء. طب ايش هالاشياء؟ مشط وقلم ودفتر. اوه وهاي بتنحط على العين. هيو مبارك الحجاب يا احلى اميره وليد نور. والنور وليد ما شاء الله. وهذا اللي مع المشبك، وهاي اللي برضه زي بعض كأنه. تعالي يا ليلي انت جوان واحد وليليان واحد. بوب بوب. صح مع الحجاب انا نسيت، انا مفكر بعد على ايام الشعر. وهاي محفظة، وهون جابوا لنا مش عارف ايش الكاسة كأنه. هاد يبدو انها مج من الكاسة بتاعتها. وهذا عطر ما شاء الله، وهون فيها المعيار قديش بدك تحطي. هاي الكاسه تبعتها اللي غطاها. ولوش للايدين. الله يجزيكم الخير. الله يجزيهم الخير ويرضى عليهم يا رب ويكرمهم. وهذه تعرف هديه من مين؟ من الكشافه القاده الكشفيه الخنساء، مجموعه الخنساء الكشفيه الله يجزيهم الخير. هذه عصاي
بيستخدموها يبدو بالكشافة بشيء معين. إن شاء الله ترتقوا وتتطور بالكشافة وتصيروا تستخدموا يا جوان ويا ليليان هذه هدية منهم. وفي كمان شيء آخر معاها. امسكوا 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 امسكوا. في كمان وحدة تنتين. أوه هذا بابا لما تطلعوا تخيموا ملعقة شوكة سكينة فتاحة. اخذوا بالكم هذول لو نستخدمهم بحذر. ايش مكتوب عليها؟ مين يقرأ لنا ايش مكتوب عليها؟ كيف تخرج مجموعة شقائق الخنساء الإرشادية بابنتيها جوان وليليان لارتدائهما الحجاب داعيين لهم الثبات والعفاف والتقى. الله يرضى عليكم يا بابا. وهذا في اشي كمان يبدو بتعلق شيء كشفي مش عارف انا ايش هو. ان شاء الله بابا ممكن تتطور وتحكوا لنا اياه. من هون ننتقل لوين مباشرة؟ بكيات الورود. يلا الورد للورد. شوفوا كيف ما شاء الله الدنيا صارت. شوفوا شوفوا هيك نظرة سريعة. هي 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 هي. تعالوا معنا. هذول بكيات ورد. نبدأ بهذه. هاي المهندس مبارك الحجاب المهندس سابتول. هون جايبت لنا برضه هدية بسيطة معها. واو زي تاعة ال ما شاء الله دي من بابا وبابا هيك صار. اوه صار عندكم طقم؟ اه ما شاء الله. اشي تعليقة لسنسال واشي بالايد. لولو برضو حرف ال يحملها الورد. وايش عندنا هذا؟ هذا من مين؟ هذا 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 اللي هذا اللي كل الاطفال من بداية الحفلة جننونا فيه. وهاي اكيد كل الاطفال بيحبوها. ايش هي؟ باقة فيها كانديات وهيك. اسنانك من هبة فيحة. الله يسلمها يا رب ويبارك فيها. شوف شو كاتبين لكم عليها. وين البطاقة؟ ها هي ذا. بتقولكم الف مبروك الحجاب جوان وليليان هبة فيحة. وهذول من مين؟ الف مبروك الحجاب من مين؟ توتو خالته. ام بكر الله يا رب يبارك فيها ويسعدها ويرضى عليها. شو بتحب تقولوا لكل الناس الطيبين اللي تعرفوا شو وين كنت؟ تاكل صحه وعافيه. لا بالحفله بينت مبروك حجاب جوجو لولو. كان عم بيناقشني بابا طب مين هلا بصير اشوفهم مين بصير ما يشوفهم. قلت طب انا ولد بابا بصير ما اشوفهم. قلت له لا حد من اخوهم بنشوف معادي بالحجاب. الله يرضى عليك. انت بدك تاكلي صح؟ يلا جوجو لولو ايش بتحبوا تختموا؟ بختم هذا الفيديو بنشكر كل حدا جاب لنا الهدايا والهدية مش بقيمتها بمهديها القيمة. والناس على السوشيال ميديا عم تكتب لنا وتبارك لنا او تواصلوا معنا بغض النظر شو الطريقة شو بنقول لهم؟ الله يبارك فيكم وعقبال اللي مش متحجبين يتحجبوا يا رب. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم ويفرحكم بابنائكم. نسأل الله عز وجل ان يكونوا حجابا لنا من النار ويبارك لهم في حجابهم يا رب. ختاما نشكركم جميعا ومن لكم لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وإلى اللقاء.